ضيفتي في حلقة اليوم مؤثرة وصانعة محتوى استغلت مواقع التواصل الاجتماعي للأعمال الخيرية، وين وصلت ولقبت بسفيرة النوايا الحسنة. كاين بزاف مؤثرات حسية وإنهم يشوهوا شوية ليماج. إين بيرسون في لي ريزو سوسيو اللي رقدت نهضت حبت هكا تكري موجة من موجات مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت قالت لهم على بالكم هذيك رانيا دير الخير وماشي صح دير الخير وتسرق وتدير. سيتي لو جوغ وين تقدري تقولي تحلت لي شغل حبت تحلي عليا باب جهنم في الدنيا. مشاغبه كنت مبوجي بزاف، ديجا تقدري تقولي كنت بخسك غارسون مونكي. انا ما طولت شعري حتى دخلت بالك بروميير اني ليسي. شحال من خطره لحقك ميساج وقتاش نفرحوا بك؟ اكثر ميساج يتعاود لي من نهار دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي رانيا وقتاش نفرحوا بك. بون انيفرسار تاع ماما سيتي 31 مارس، قلت لهم دبروا عليا واش ندير لها كادو. حتى يخرج يجيبي لها نسيب جديد، جيبي لها نسيب لماما هو الكادو تاعها. وشنو الشيء اللي فقدتيه وما قدرتيش تمديه؟ انا يا لا نقدم بدل. يلا مع او ضد انه الغايه تبرر الوسيله؟ مع وي. باش نكون معك اونيت، ماشي مليون كاع متابع حقيقي، باسكو ندخل بزاف لي كونكور هادوك لي يديروهم، و جينيرالمون لي كونكور هادو ما يتخدمو يديرو فيهم بزاف من داك الروبوات. درت افونس على المباشر. ان شاء الله ربي يزيد لك طوال العمر ان شاء الله يا ربي، وتفرحي بيها وبولادها ان شاء الله. يسلمك يطول عمرك.